اقعدوا اقعدوا. ما يصحش يا كبير، تعال اقعد. قعدت كتير، اقعدوا اقعدوا. انا راجع من غربتي وفارد دراعاتي ليكم من تاني، عايزين نردموا على القديم عشان بقى ماسخ دردي. انا خلاص نويت اقعد هنا مع مريم في بيتنا القديم، كله بركه، دماغي وجعتني من الغلب وجه الوقت انها ترتاح بعد موت زهره ما عادش للحياه طعم. طول عمرك شايل حمول يا اخوي، وهو شقايقك حواليك. طبعا يا شمس يا اخوي، كلنا حواليك وراهني اشارتك. وانا يا عمي اعتبرني زي زهره بنتك الله يرحمها، والله هتلاقيني تحت رجليك، بس انت شاور، طول عمرك حبيبي وربنا العالم. خابر يا سميه خابر، ربنا يبارك لي فيكم، سندي وظهري وعزوتي. انا راجع من غربتي ومعايا فلوس كترانه، وده طبعا فضل خيركم وليكم. عايزين نعملوا مشاريع كبيره ونرجع هيبه اسم الجمال من تاني. عمي عمي، الواد رياض نفسه يعمل مشروع زين، طول عمره يعني بيحلم بمزرعه خيول. مش وقته يا سميه. هدي بس انت يا دياب، رياض دماغه حلوه في المشاريع، وبعدين يعني زي ولده. طبعا ولد يا سميه، واي حد بيحلم بحاجه او بيفكر في شيء انا هنيه موجود عشان احقق احلامكم. انا سافرت اوروبا بطولي وصرفت كل اللي معايا عشان ارجع امشي على رجلي تاني، والحمد لله قدامكم اهو صخ سليم. العافيه دي نعمه كبيره من ربنا، لازم نعرف قيمتها ونحمد ربنا على نعمته. لكن الفلوس بتروح وتاجي، انا بدات هناك من الصفر، وشقيت واشتغلت، غسلت صحون في مطاعم لحد ما بنيت نفسي تاني من اول وجديد. غسلت صحون في مطاعم؟ يا دياب اديك فزت بمشروع زين اهو. شمس راضيان عنك عقبال ما يرضى عنا احنا كمان. اللي انتوا عايزينه اعمله يا شاهر، ومالي مالكم طول ما انا عايش لحد ما اموت. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.